مش عاوزة تتكلمي. أنا سبت الدنيا وجيت لك عشان أشوف مالك. على كل إن أنا هسيبك ترتاحي شوية، وأنا متأكد إن أنت هتيجي تحكي لي على كل حاجة زي ما كنا بنعمل زمان. برضه ما ردتش عليك؟ لا مش عاوز أتكلم، عشان أكون في دنيا تانية دماغها مش معاها خالص. أول مرة أشوف بنتي في الحالة دي. أنا عارف منها كويس. كنت تعرف بنتك كويس زمان. بلاش نتكلم في اللي فات، خلينا في اللي احنا فيه أحسن. ومين خلانا في اللي احنا فيه؟ مين السبب يا هشام؟ مين اللي خلى كل واحد فينا في حته ما يعرفش اي حاجه عن التاني؟ لو بدانا ننبش في الماضي مش هنخلص، كل واحد فينا هيعور التاني. بلاش احسن. هو فعلا بلاش احسن، لان انا اصلا ما يهمنيش اعرف مين فيكم اللي غلطان. أنا عايز أعرف أختي مالها؟ منها ما بتتكلمش ليه؟ أنا اللي عاوز أعرف منها مالها. أمال أنتوا قاعدين تعملوا إيه مع بعض؟ أنت كنت فين يا بهجت؟ لازم أبعت الحرس عشان يجيبوك؟ آسف. وصلت الرسالة لعمر؟ ايوه. وهو عامل ايه دلوقتي؟ عايش. انا عارفة ان انت زعلان عشان خاطر عمر وجيهان، بس انا عايزاك تشيل كل الافكار السودة من دماغك. انا عمري في حياتي ما اعمل معاك كده. واذا كانت كل مشكلتك اصحابك، فانت عارف كويس قوي ان هما اللي ابتدوا، مش انا يا بهجت. انت عاديتي الكل يا مريم، عاديتي الكل، واي حد جه في سكتك دوستي عليه، دوستي علينا كلنا وكملتي. انت شارب يا بهجت؟ ايوه شارب، بس يا خساره الشوربه ما بقاش ينسيني زي زمان، بالعكس بقى بيفوقني.